ابعت لي اعمل حسابي في 4 مليون. صحيح؟ قلت له يا ابني اعمل حسابي في 4 مليون طن على سنة. مانيش عايزهم فورا، على سنة. قال حاضر انا موافق، وبعت لي. فبعتنا زي ما انتوا عارفين مركبين عبوهم، وبعد كده راحوا رافضين كلية يدوا بترول. وتذكروا دي، ده كان الوقت اللي انا اتزنقت الله يرحمه شاه ايران، لما ما كانش عندي احتياطي الا 15 يوم للقوات المسلحة وللبلد، ولو حصل اي معركة في ذلك الوقت كان القوات المسلحة تستهلك الاحتياطي ده في ساعات، وكان لا البلد ولا القوات المسلحة بعد كده يبقى عندها نقطة بترول بعد ساعات. شاه ايران الله يرحمه، انا بعت لاخواننا العرب ما تأخروش، بس طريقتهم هم مش على بالهم مرتاحين. ولما اقول له عندي احتياطي 15 يوم يقول لك طب ما فيهاش حاجة، يعني ابعت الوزير وعلى مهله على شهر 2 يبعت البترول. لكن دي معركة. لما بعت لشاه ايران ام حول المراكب من البحر تيجي على اسكندرية اللي كانت رايحة اوروبا، حولها باللاسلكي على اسكندرية، لانه عارف ان دي معركة ما تحتملش، وال 15 يوم احتياطي القوات المسلحة تخلصوا في 2 ساعة اذا جرت معركة. طب واعمل ايه انا بقى بعد كده؟ دباباتي وقواتي تقف، وحتى البلد كلها، لانه المخازن، المخابز، محطات كهرباء، كل شيء يقف. وصدمة القذافي قال ما بديش بعد ما اتعهد ب4 مليون طن على سنة. شاه ايران حول المراكب من البحر وبعت 600,000 طن فورا من اللي كانوا في البحر، وقال لي وزير البترول يجي ياخد الكمية اللي انت عايزها على بقية المدة. بفتكر اصل الحكاية دي يعني لازم كل شوية كده نفتكر الدنيا ونفكر اللي حوالينا كله. زي ما قلت لكم بعد 2 سنة من فتح القناة كانت بتديني 500 مليون دولار في السنة، وابتديت افتح البترول. خلاص ما احنا عملنا بقى فض الاشتباك الاول، ودخلنا عملنا فض الاشتباك الثاني. فض الاشتباك الثاني ما فتحتش بس البترول، لا استرديت جزء من البترول بتاعنا اللي كان عند اسرائيل في سين، زائد فتح البترول القديم بتاعنا. ابتدينا ما نحتاجش بترول من حد، ونستهلك الكمية اللي احنا عايزينها، ونصدر شيء بسيط. احنا بنستهلك 12 مليون طن في الوقت ده، كنا اللي بنطلعه كله حول 15 مليون طن، يبقى بناخد 12 لنا وبنبيع 3. ومشينا في الاكتشافات، ومشينا في عملية البترول في نفس الوقت. عملية القناة ماشي، تطوير في نفس الوقت، الصناعة ماشي، الغاز لما لقيناه قدام ابو قير بنينا عليه مصنع السماد اللي يعتبر من مفاخر العالم اللي فتحناه السنة اللي قبل اللي فاتت مع المانيا الغربية. وبنينا في طلخة ماشي على الغاز بتاع ابو ماضي، لقينا الغاز بتاع ابو الغراديق داخل دلوقتي على وصل حلوان والقاهرة، وداخل يكمل في القاهرة. والغاز بتاع اسكندرية عمل السماد، واتفقنا مع اليابان عشان نعمل عليه الحديد، وفي نفس الوقت بنبني مصانع الاسمنت عشان نهاية السنة الجاية 82 باذن الله نبتدي مش بس ناخد الاسمنت اللي احنا عايزينه، بل نبتدي نصدر حاجة بسيطة اخر السنة اللي جاية ان شاء الله.
وقت واحد القناة بتتطور بتديني 500 مليون جنيه لكن بتتطور لأكثر. البترول بتاعي بلاقيه وبدل ما بشتري واستلف على وانا كنت بستلف علشان ارجعه بدل ما اشتري واستلف بترولي بطلعه وبصدر جزء بسيط. الاسمنت بتعاقد علشان ابني المصانع. السماد بتعاقد وابني المصانع. ثلاث مدن في القناة في السويس وفي الاسماعيلية وفي بورسعيد بتقوم علشان المهجرين والمرار اللي شافوه وهم مهجرين وكانوا عايشين. سمعتوني بقول في يوم في وسط المراحيض لانه قاعدين في مدرسة مثلا في الغربية تساع 300 قاعد فيها 3000. طب ما هو النتيجة ايه؟ طفحت المجاري وعايشين كانوا مساكين في كل هذا، بل بعضهم فقد الامل انه يرجع لاهله وبلده وترابه على القناة. لكن ماشيين عملنا الثلاث مدن والنهاردة تضاعف مع كل الصناعة اللي حكيت لكم عنها دي كلها، وانا قاعد احسب الدوايا والالم علشان اجمع الفلوس على بعضها عشان احل مشاكل البلد. لغاية ما جينا سنة 80. الصورة ايه في سنة 80؟ القناة طلعت ل700 مليون. والسنة دي ان شاء الله في نهاية 81 دي هتقفل على 1000 مليون ان شاء الله. البترول الاكتشافات دي حاجة، انما خليني في اللي في ايدي النهاردة. كنا زي ما قلت لكم بنستهلك 12 مليون طن وكنت بستلف، جبنا ال 12 طلعنا ال 15 طلعنا ال 20 ل 25. سنة 80 وصلنا ل 30 و 32. باخد 12 استهلكهم وبصدر 20 بالسعر المرتفع. ده البترول. القناة زي ما حكيت لكم دخلت عدت 700 مليون. فوجئت سنة 80 بولادي المصريين المهجرين اللي برا اللي بيشتغلوا برا والمهاجرين، فوجئت بيهم بيرجعوا للعيل عشان العيلة المصرية رجعت، رجعنا عيلة تاني. بيبعتوا كل ما يملكوه بعتوه لمصر، قام رقم خرافي. بقى دخل البترول زائد دخل القناة زائد دخل اللي بيبعتوه لي اولادي المصريين اللي برا مهاجرين او مبعوثين او بيشتغلوا في الخارج، زائد النشاط اللي بعد الانفتاح مشي في البلد على صورة ما يصدقهاش العقل، لانه اتبنى في البلد حاجة اسمها الثقة والاستقرار. الاول بنينا العيلة، رجعنا للعيلة سوا، رجعنا نروح العيلة مش 18 و19 يناير سنة 77، لا دي ما كانتش روح العيلة، دي كانت